اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من البيت الكبير البيت الكبير بيلم العيله كل سبت الساعه 4 زي ما احنا متعودين بنتكلم معاكم عن الصحه والجمال الثقافه والفن الرياضه الاطفال الديكور وكل اهتمامات البيت هتلاقوها معانا البيت الكبير بنقدم لكم معلومه سهله ونصيحه بسيطه النهارده معانا فقرتين كل فقره اهم من الثانيه أول فقرة معانا الدكتور أحمد سعيد الخولي استشاري علاج آلام المفاصل والسمنة بمستشفيات القوات المسلحة، والفقرة الثانية معانا الدكتور علي عبد الراضي استشاري الأمراض النفسية والطب النفسي. إن شاء الله هنتكلم عن تغيرات الفصول والتغير الفصلي وخشونة المفاصل مع الدكتور أحمد سعيد الخولي وعن الاضطراب النفسي مع الدكتور علي عبد الراضي. أهلا بيكم جميعا وانتظرونا بعد الفاصل لأن الوقت من ذهب يا ناس يا هو الحلاقة بقت من غير تعب مع جل الحلاقة فو مهما كنت مستعجل فو هيخليك في أبهى صورة وشياكة من غير استخدام للمية جل الحلاقة فو بيسهلك الحلاقة فو، انتعاش، حماية، ترطيب جن الحلقة فو، حلاقة سهلة بدون تعب انتعاش فوق الوصف شفاف، بدون رغوة فو، انتعاش، حماية، ترطيب فو، تصنيع شركة ريفال فارما، مطلوب وكلاء لطلبات الجملة والتوزيع 010-33-99-78-78 فو 010 33 99 78 78 فو حلاقه على طول عرف المصريون القدماء بجمال شعرهم ولمعانه ورونقه مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر مجموعة مير شامبو بلسم حمام كريم مجموعة مير للعناية بالشعر أهلا بيكم معانا مرة تانية في البيت الكبير فقرتنا دلوقتي مع الدكتور احمد سعيد الخولي استشاري علاج المفاصل، الام المفاصل والسمنه والنحافه بمستشفيات القوات المسلحه. اهلا بيك دكتور احمد. اهلا بيك وأنا الله يبارك فيك يا رب. دكتور احمد احنا طبعا مع تغير الفصول بنبتدي تظهر الام العظام بشكل قوي. فحضرتك عايزينك تعرفنا ايه هي الخشونه المفصليه؟ وازاي نعرف ان احنا آآ آآ نقول ان احنا عندنا خشونه في المفاصل او في بص يا سيدي هو طبعا موضوع مهم جدا وبيهم ناس كتير الموضوع ده قوي طبعا اي حد بيجي لي في العياده يجي يقول لك انا حاسس بالام او بخشونه او بطرقعه في رجلي لازم نفهم الساده المشاهدين هنا ان انت لما يجي لك في المفصل عامه او في اي حاجه الطرقعه نفسها دي بدون الم مش خشونه لازم يصطحب مع الطرقعه دي الم بين عشان ابتدي اشخص درجات الخشونه بتاعتي على اساس الكشف المبدئي والاشعه فموضوع العيان لما بيعرف الخشونه دي للاسف في ناس بيصطحبها مع الطرقة دي الم ويقعد يسوف الموضوع او يقول لك الحمد لله احنا ماشيين وخلاص لغايه لما يوصل الموضوع النهائي اللي هي المرحله فوق متقدمه. فطبعا العيان بيجي لنا في المراحل المتقدمه وفوق متقدمه بسبب ان هو بيسوف الموضوع. الموضوع. فهنا الخشونه بتزيد وبتبقى في مرحله متقدمه جدا. طب ايه هي يعني ايه الحاجات اللي بتزود الاعراض يعني ايه الاعراض اللي لما بتزيد يبقى في الام زياده في, في المفاصل؟ تسببات الخشونه حاجات كثيره جدا جدا في حياتنا اول حاجه في اعراضها السمنه للاسف السمنه بقت عامل زي الاخطبوطي بقى متوسط بالمفاصل شبابنا بقى يجيب مفاصل كان دائما ده دا المفاصل ده زمان يصيب الايه كبار السن فقط لكن للاسف دلوقتي بسبب الفاست فود والاكل الغير صحي بقينا نكتسب سمنه مفرطه في شبابنا بيجيبوا خشونة متوسطة فوق المتوسط دي من إحدى الأسباب تاني من الأسباب اللي هو شبابنا اللي بيلعب حديد زيادة عن اللزوم بيشيل اوزان فوق طاقته بيجيب لنا ديسك في العمود الفقري بيبقى الشاب من دول بيبقى بيبقى بره وتوجيهات المدرب بتاعه او الناس اللي هو ماشي معاهم في في الرياضه نفسها بتيجي تلاقي ان هو يجيب لك ديسك او انزلاق غضروفي في الفقره الثالثه والرابعه في العمود الفقري فوق الحوض بالذات دي بسبب شيل حموله زياده عن اللزوم زي بالظبط برده العامل اللي بيشيل مواسير زي العامل اللي بيشيل انابيب خدت بالك الناس اللي هي بتشيل حاجات تقيله دي معرضه للخشونه المفصليه في الركبه والانزلاق الغضروفي ففي متسببات كتيرة امهاتنا اللي هم رباط المنزل اللي بيقعدوا يشيلوا في حاجات البيت ويجيبوها هنا وهنا ويقعدوا ينظفوا ويضيعوا وقتهم في الوقت ده للاسف بعد كبر السن ده بيساعد برضه في الخشونه المتقدمه في سن مبكر بنيجي نلاقي ان في رباط المنزل بعد سن ال للاسف انا عندي خشونه متقدمه وبرضو انا عايز اقول يا جماعه اول ما احس بالم لازم نتجه ناحيه الطبيب المعالج علشان نشوف الدرجه كام عشان نعالجها كل ما انت بتيجي في درجه متوسطه او في مراحل بدري البدري شويه بيبقى العلاج ملموم طرقعه مع الم مع الم طرقعه بس, بس زي ما حضرتك قلت عشان لازم الالم بيصنف آه. انت فاهم لازم الالم بيصنف بيتصنف على ايه يا جماعه بيتصنف على الكشف المبدئي والاشاعات اللي احنا مطلوبه منه تمام حاك. طيب احنا دلوقتي بنقول ان السمنه بتسبب في الخشونه اه طب تخلصنا من السمنه هنتخلص من الخشونه لا طبعا <applause> هقول لك بقى النقطه دي <applause> الناس تيجي تقول لي ايه طب ما تشبه لنا السؤال بتاعك ده سؤال جميل جدا ومحوري دمين. السمنه واحد يقول لك ايه انا يا دكتور احمد انا دلوقتي اه السمنه مفرطة جابت خشونه طب انا هخس عشان الخشونه تروح هقول لك لا مش هتروح الله طب انا هديك مثل عشان انت تفهمني صح بالضبط. انا هقول مثل عشان برضه الناس اللي في المناطق حبايبنا المناطق الشعبيه يفهموني كمان انت لو جبت سندوتش وحطيت فيه فول وجبت مم. قبضة ايدك فوق الساندوتش واتكيت عليه، الفول مم. هيطلع بره ولا لا؟ بره حلو قوي، شلت قبضة ايدك الفول هيرجع لوحده؟ لا حلو قوي، هو دي الخشونة. يعني انا دلوقتي لو شلت القبضة يبقى انت خفيت مم. وزنك. هل الفول هيرجع لوحده؟ لا هل طبع. المادة الجيلاتينية بتاعت ربنا هترجع لوحدها؟ لا طبعا لازم احنا نتدخل فيها. مم. عرفت بقى؟ يبقى انا دلوقتي بقول المتسبب اه انا بشيله عشان اعالج لكن مش هشيله عشان انت الخشونه تخف لوحدها طب عشان الناس ما تقولش احنا ب... احنا بنخس عشان الخشونه طب ما هو كده مش هيبقى فيه لا. آه اندع... حاجه مش هيبقى فيه بس ده 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 سبب مساعد قوي ان هو بص يا سيدي هو السمنة انت لازم هتخف من سن الهدف طب. عشان انا معالج الخشونه العلاج ده يقعد مده اطول بالظبط يبقى انا, ده أنا شفت السبب. للناس. آه. انا بقول دلوقتي يعني مثلا هقول حاجه انا بالنسبه للسمنه انا دلوقتي بخف ليه الوزن؟ عشان اخفف الضغط وانا <applause> اعالج يبقى وانا بعالج الخشونه يبقى بدي فرصه ان هي تقعد مده طويله لايه؟ للناس بسبب العلاجات التداخليه انت <applause> خدت بالك؟ زي بالظبط الشاب اللي بقول له كفايه مثلا نوقف رياضه الحديد علشان خاطر الموضوع ده <applause> هيخلي الموضوع يسوء في موضوع الانذار الغضروفي هي نفس القصه المتسببات اللي لازم تخف. المسببات لازم تخف هو ده والسمنه احد المسببات طبعا تمام السمنه لازم تخف عشان انا أعرف اعالج تمام حقاً طيب انت حضرتك يعني تقدر تقولنا ازاي بنقدر نشخص او ازاي حضرتك بتشخص المفاصل سوري خشونه المفاصل والدرجات بتاعتها بص يا سيدي احنا لما بنيجي نشخص درجات الخشونه طبعا في خشونه في جميع المفصل مفاصل مفاصل ادم كلها من كعب لمفصل قصدي مفصل كاحل لمفصل ركبه للكوع للكتف للغضاريف العمود الفقري كلها الشخص بحاجات معينة الكشف المبدئي والأشعات في أشعات بقى بتبقى تتجزء الأشعة العادية والأشعات المقطعية الأشعات المقطعية دي بستخدمها في حاجات معينة أنا بشخص بقى من النتائج دي إيه الدرجات بتاعتنا هي درجة من درجة واحد درجة أربعة في العظم بحب أشخص الموضوع ده أشوف الدنيا فيها إيه عشان أعرف إزاي أتعامل مع المريض اللي قدامي طبعا وأنا بعالج المريض اسكان في, اي درجه معينه لازم المتسبب العمل ده لازم اخف منه الاول عشان ابتدي اعالج تمام حضرتك طيب هنتنقل لنقطة ثانيه اللي هي العصب الوركي او عرق النساء جميل جدا ده نتيجة لإيه؟ هل هو نتيجة لانزلاق غضروفي ولا هو أو مقدمة لانزلاق غضروفي ولا سيدي. هو؟ بص يا أنا هقول لك هبتدي القصة دي بقصة كده صغيرة عشان الناس تفهمني. لما حد بيعرج الجسم بيهتف على الرجل السليمة. لغايه لما يجي السليمه تبوظ ويقولك اه صح كده ولا لا صحيح دايما الجسم متشال بمفصل الركبه لما مفصل الركبه ده يجي له خشونه متقدمه العيان كمان لو عنده سمنه السمنه زائد الخشونه بتاعت المفصل بتاعت الركبه دي بت... بتنمي كل الحمل على الظهر على الفقرات الفقرات بيحصلها ايه نوع من الانزلاق عشان بتبقى ح... شايله حمل الانزلاق ده لما بيحصل في الغضاريف اللي هي فوق الحوض عامة بيحصل حك للعصب اللي في اللي في سبانا او في الايه العصب الشوكي تمام بيحصل حك للعصب بسبب اللي انت بتميل بتوطي بتشتغل بتعمل اي شغل في حياتك فالغضروف بيحك في العصب زي ما احنا شايفين على الشاشه بالظبط كده تمام انا دلوقتي انا حاطط صور دلوقتي لو هو ينزل المخرج بيها هيوريهم دلوقتي اللي انا ازاي الغضروف بيحك في العصب بيعمل احتكاك في العصب بيعمل التهاب يعمل حاجه اسمها عرق النسا او العصب الوركي يجي تمين. المريض يقول لك وانا بتفرج على اي حاجه في التلفزيون بيحصل لي لسعه في الجنب الخارجي من الفخذ هو قاعد وهو قاعد يحس بلسعه زي لسعه النحله تمام دي اللي هي بسبب الالتهاب بتاع العصب اللي بسبب احتكاك الغضروف في ايه في العمود الفقري يبقى انا العصب نفسه مظلوم ما فيهوش حاجه هو الغضروف بسبب اللي حصل له انزلاق فجاء على ايه على العصب عمل له احتكاك عمل له نوع من الالتهابات الزايده يعني معنى كده لو انا عالجت الخشونه بتاعت الركبه الاول يعني انت بتيجي تعدل العماره بتعدلها من الاساس هو الدور الرابع؟ من الاساس صحيح يبقى انا معدل من الاساس الاول واخف الضغط على الركبه الجسم يبتدي يحلف حمله على ايه؟ على مفصل الركبه يخف الضغط على ايه؟ على الغضاريف يبتدي الغضروف ياخد راحته شويه في العلاج واحده واحده لغايه لما يبعد شويه عن ايه؟ العصب العصب طيب تمام العلاجات الحديثه لخشونه المفاصل ممكن حضرتك تعرفنا عليها ايه؟ بص يا سيدي انا النقطه دي انا عايز اقولها للساده المشاهدين يا جماعه انا عدو الكورتيزون والحاجات دي خالص والزيت والكلام ده كله ده كلام فارغ خدت بالك طيب. المسكنات دي ما ليس لها يعني اساس من الصحه دلوقتي حاليا بالحقن التدخلي مواد جيلاتينيه معينه تركيزاتها بتت بت 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 بتتركز على اساس درجتك من الخشونه اللي احنا عرفناها من الكشف المبدئي والاشعاعات تمين. بنعرف التركيز بتاع المواد الجيلاتينيه اللي احنا بنعملها دي بالحقن التداخلي تحت الاشعه التشخيصيه بتاعتنا بنحقن عن طريق كورس تداخلي المريض بعد كده بعد الكورس ده بيقعد معانا شهرين او ثلاث شهور حسب كل واحد وخشونته بنيجي نلاقي المريض بتاعنا حس بتحسن جميل جدا جدا وممكن يقعد معاه سنتين او سنتين ونص كمان وفي ناس ما بتحقنش ثاني خلاص بس احنا بنحدد درجات الحقن التداخلي على درجه الخشونه اللي بتبان منين؟ من الكشف المبدئي والاشعه يعني انت دلوقتي لما يكون كل ما انت خشونتك بتزيد كل ما التركيز يزيد تمام خدت بالك فانا بقول للناس هنا اول ما بتحس بألم يا ريت تتجه عشان الانديه بتبقى ملمومه ليك وبنحاول نبعدك عن شبح العمليات الناس كتير بتخاف من عمليه زرع مفصل للاسف انت خدت بالك تمام. انت بتوصل 10 عشر عيادين عشر بصورة زرع مفصل مش كلهم بيخشوا زرع مفصل تمام يا استاذنكم أه نطلع فاصل ونرجع لكم على طول تابعونا مع الدكتور احمد سعيد الخولي شكرا لي اهلا بكم معانا مره ثانيه ومكملين مع دكتور احمد سعيد الخولي فقرتنا اهلا بيك دكتور احمد مره ثانيه اهلا بكم المشاهدين عايزين نعرف المشاهدين الانزلاق الغضروفي هو ايه حلو قوي عشان اعرف الناس الانزلاق الغضروفي احنا سائلين ايه اللي انا عندي الغ... الغضاريف العمود الفقري ده عباره عن عدد غضاريف معينه تمام خدت بالك الغضاريف دي مثلا ليها عدد في الظهر وعدد ناحيه الصدر وعدد في الرقبه الغضروف ده انا بمثل الناس كده ادي الغضروفين كده انا لو حصل لي نوع من السمنه المفرطه او الخشونه المتقدمه وانت ما الغضروف يبتدي يميل تميل. لو ادي لو ادي العمود الفقري وادي الغضروف بيحاول يميل يميل لايه يميل يعمل يعني تقوس زي يعني خدت بالك يميل لتحت سواء كان في الفقرات القطنيه او في أو, او في فقرات الرقبه بالظبط فل... ففي فب... كل الفقرات في كل الفقرات, عمت... م... الفقرات انا بتكلم على الرقبه ال... في ناحيه الصدر ال... من ناحيه الظهر بالظبط كده زي ما انا شايف الصوره دي كده الراجل ده مثلا ماسك رقبته مثلا خدت بالك دي بتبقى عندي مشكله ده بيبقى معظم الناس دي بتبقى هي اللي بتشيل حديد وهي واقفه او بيشيلوا انابيب او مواسير الناس تمام. دي خدت تمام. بالك فبالنسبه لي دول بيحصل له انزلاق غضروفي، انزلاق غضروفي ده لما بيميل تحت، انزلاق غضروفي لما بيتحقق ايه قصته؟ بيبتدي يحك في العصب. لما انت الموضوع بيحصل تسويف فيه، العصب بيحصل له التهاب, التهاب كامل كي. وبيحصل نوع من تضامن ممكن ندمر العصب نفسه. انت خدت بالك؟ تمام حضرتك. طيب اللي عنده الانزلاق غضروفي وتعالج. احنا بنشوف ناس كتير جدا تقول خلاص انا كان عندي انزلاق غضروفي آه. واتعالجت، هل هو بيشفى تماما؟ لا. لا. ولا لازم يبقى في حاجات احترازيه, احترازية او احترازيه و... ومتابعه وبعد كده احنا بنقول دايما اللي بتوع انزاق في وخشونه الموضوع الصبر وانتظام انت خدت بالك لا. وعاوز دايما تبقى انت تحت نظر الدكتور حتى بفترات بعد ما انتهي من العلاج بتاعي بتبقى تحت ال 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 المتابعات اللي هي الدوريه كل ثلاث شهور عشان انا بحب دايما اتابع المريض عشان ما تاني تاني العلاج التداخلي انت خدت بالك بنحاول نقول له مثلا المتسببات نبعد عنها الحاجات اللي احنا اللي هي عملت الموضوع ده السمنه لازم نخلص منها باي شكل من الاشكال انت خدت الاكشن دي من من احدى الاسباب اللي هي خرافيه في الموضوع ده. طيب هل في اعراض مرتبطه بالانزلاق الغضروفي ممكن تكون موجوده معانا؟ يعني زي التبول الرأي غادي مثلا؟ حلو قوي السؤال ده، ده سؤال جميل جدا. بص يا سيدي لما بيحصل انزلاق غضروفي وحصل الموضوع وصل لمراحل فوق متقدمه وساء م. جدا خدت بالك بيحصل طبعا ضمور في العصب زائد اللي انا ممكن الضمور العصب هنا بقى خدت بالك شوف اللي بتكلم مع ضمور العصب هنا بقى هو اللي بيعمل لي تبول إرادي او ممكن يعمل تبرز ان هو تمام. بيبقى ماسك البوابات بتاعت البول تمام بوابات البول دي عباره عن ايه؟ حصب لما العصب ده يحصل له تاب هل انت هتعرف تتحكم؟ يعني ده بيحصل مع ارتفاع يعني مع مستويات متقدمه متقدمه من... للانذاق الغضروفي تمام ما هو انت دلوقتي لما يحصل مستوى عالي في الانذاق الغضروفي يحصل ايه؟ يحصل ضمور للعصب العصب, العصب ده اللي هو بيدي الامر للبوابه تمام. تفتح تمام. لما انت تخلي الامر اساسا راح, راح. يبقى بابا مع نفسها يعني انت ممكن تعمل تبول انت ممكن تبول في اي وقت تلاقي اللي انت وانس المثانه ملت تلاقي ايه اللي انت الواحد تبول على نفسه دي مشكله ودي مشكله مع الناس اللي هي عندها نظام في متقدم جدا ودي للاسف هي بتلجا بقى لتدخلات في حالة التدخلي او نخش في عمليات في المرحله دي تمام حضرتك طيب هنتنقل بس لنقطه ثانيه الحمل والعض الله تمام طيب هل في علاقه ما بين الحمل وكثافه العض طبعا <applause> حضرتك لنا كده الموضوع يعني يعني انا عايز النقطه بل دي بقى مهمه جدا للسيدات و... شاباتنا وسيداتنا والناس اللي هتخلف ان شاء الله دي ان شاء الله بص يا سيدي لازم نعرف ان الكثافه العظميه دي بتتكون من حاجتين فيتامين د والكالسيوم تمام فيتامين د ده معناته دكتور احمد عشان نفهمه فيتامين د عباره عن الايد اللي بتاخد الكالسيوم وتحطه في الايه في العظم لا. فيتامين د قل يبقى مفيش الايد يبقى الكالسيوم عباره عن شويه طوب محطوط بره تمام يبقى انا بشرحه الفيتامين ده عباره عن الايد والكسم طوب الايد بتاخد الطوبه تحطها في مكانها حصل ألف فيتامين د يبقى الطوب مكانه وبينزل في البول ملوش لازمه خدت بالك وطبعا ده ليه مصادره وده ليه مصادره خدت جميل. بالك ده اللي بيعمل ايه الكثافه العظميه الاول اللي هي ايه عشان تحمي من الهشاشه طيب الست الحامل هنا الست الحامل اقوى مرحله في الوجود ليها كثافه عظميه في الوقت ليه الحامل. بقى في الوقت الحامل ليه بقى لحاجتين اول حاجه اعلى منسوب هرمون الاستروجين هرمون الانوثه وده بيقوي الكثافه العظميه تاني حاجه الخلايا الدهنيه بتبقى بتتعاملك في الوقت ده خدت يعني بالك يعني معلش انا اسف يعني وقت الحمل ما بيبقاش العظم ضعيف زي ما هو يعني زي ما, ما هو معروف او زي ما يعني وقت, في وقت الحمل. الحمل. على وجه البسيطه تمام دي ربنا خلقها في الانسان ليه في السيدات ليه عشان تشيل الطفل دي حكمه تمام طب تمام. ايه ايه قوه بقى الكثافه العظميه هنا احنا قلنا ارتفاع منصوب الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه ونملة اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الخلايا الدهنيه، الدهون بتقوي الكثافه العظميه، التقل. خدت بالك؟ فانا بتقل الكثافه العظميه بالحاجتين دول عند السيدات. تمام. الكثافه العظميه اللي احنا قلنا بتتبني عن الكالسيوم وفيتامين تاني الفيتامين ده مصادره زي الشمس وصفار البيض وزيت السمك وكده، والكالسيوم اول حاجه السردين بعظمه والبروكلي يا جماعه عشان الشتاء وبعد كده منتجات الالبان. طيب ايه الحاجات اللي بتخلي بتوصل السيده او المتزوجه لهشاشه العظام؟ جميل جدا انت على يا سيادتك حلوه قوي منورنا طب يا دي هتفيد الساده المشاهدين كمان انت كده بتقررني يعني انت احنا بنحاول فعلا نفيد يعني بص يا سيدي الحاجات اللي بتدل السيدات في الموضوع بتاع الهشاشه اول حاجه وصول مرحله اليأس سن اليأس اللي هو ايه بقى؟ اللي هو انقطاع الطمس عشان كده هرمون الانوثه بيقل فبيقلل الكثافه العظميه او دي اول نقطه، تاني نقطه الناس اللي بتشرب الكحوليات تسيبها ان الكحوليات بتدمر الكبد وتضمر الكثافه. ده رجاله وستات بقى كله. السيدات اللي مدخنه للاسف ما اكثر من السيدات اللي بتدخن دلوقتي. تمام طيب. الدخان والشيشه والسجاير والحاجات دي كلها بتدمر الكثافه العظميه. يبقى نقلل التدخين. تمام طيب. يبقى التدخين ده عشان للاسف السيدات منصوب السيدات في الفتره اللي فاتت زاد قوي في التدخين ما شاء الله يعني. خدت بالك؟ فالتدخين بيدمر الكثافه العظميه الستات بس ولا الستات والرجاله بس الستات زادوا شويه تمام تاني نقطه احنا عايزين نقول يا جماعه في في نقطه بس انا عايز اقولها معينه كده ناخد بالنا ان الكثافه العظميه بتاعت الست اقل من الرجل الرجل كثافته اقوى صحيح ده البنيه نفسها بتاعت الرجل اقوى كثافه السيده قليله عشان كده السيده معرضه للهشاشه اكتر من الراجل للاسف يعني هاي. السيدات معرضين من 70 ل 80% للهشاشه العظام بسبب ان اساسا الكثافه العظميه بتاعتهم قليله وعامل السن اساسي بس انا بقول دايما لما انا دلوقتي ينقطع يعني الطمس بنصح السيدات بايه بقى؟ لازم نتجه ناحيه التغذيه المظبوطه زي البروكلي، البروكلي نبات شتوي جميل جدا يتاكل ني في مصادر الكالسيوم نسبه الكالسيوم فيه قد 6 لتر اللبن ما شاء الله. ويتاكل ني مصادر الكالسيوم السردين بعضمه يتاكل يتقرقش السردين بعضمه ده اقوى مصدر على وجه البسيطه في الكالسيوم. نيجي بعدين منتجات الالبان دي. انت خدت بالك؟ اللي هي موجوده في ماده اسمها اللين اللي هي بتلون اللبن. يعني البروكلي والسردين والسردين بعضه بس السردين هو الاول سردين نيلي بقى <تصفيق> <تصفيق> سردين نيلي اي حاجه اي سردين دي انا عظمه و... تمام بعضه ده ده اقوى مصدر كاس عنق بسيطة ونبعد شويه عن التدخين ونبعد عن الكوحات للاسف الكوحات انتشرت التدخين انتشر صحيح عشان احنا كدكاتره بنشوف الكلام ده كتير للاسف يعني فاحنا عاوزين نقول يا جماعه ارحموا نفسكم وبعدوا عن الحاجات اللي بتضمر الكثافه العظميه ان هي فعلا اول حاجه مشكله في الموضوع بتاع الهشاشه ده ايه بقى لما بتيجي تلاقي السيده تقدمت في السن فوق ال 65 اول مشكله في الكسر اللي هو عظمه الفخذ مع الحوض او حش كسر في الدنيا اللي هو عظمه الفخذ مع الحوض يقول لك انا كنت بتوضى يا دكتور احمد اتزحقت وقتي في الحمام يحصل ايه مشكله كسر في راس عظم الحوض اللي هو ده فخذ داخل في الحوض او حش كسر في الدنيا مفصل. او حش كسر في الدنيا ايه اللي هو المفصل ده تمام. فاحنا عايزين نقول ده بسبب ايه بسبب الهشاشه بسبب الهشاشه يبقى الهشاشه عشان اقويها لازم اقوي مصدرين كالسيوم وفيتامين د فيتامين د بيتعمل بتعرف من التحاليل والكالسيوم نفس القصه وفي حاجه اسمها رسمه هشاشه دي حاجه بعد كده تمام طيب. طيب احنا عرفنا ان البروكلي والسردين بيزودوا الكالسيوم تمام طيب. الكالسيوم العكس بقى آه. في اكلات او في حاجات الناس أو, أو... عادات غير التدخين والشرب آه. من... الاكل ممكن تزود هشاشه او تسبب في هشاشه بص الهشاشه طبعا انت ما تيجي تقلل اي اكل فيه المشكله انت خد بالك الناس كلها عندها هشاشه دلوقتي قولي لي ليه الناس كلها بعدت عن الاكل الصحي كله بيتاجر ناحيه الفاست فود اساسا هي الناس اساسا جاب نفسها هشاشه يعني الفاست فود اساسي سبب هو سبب لهشاشة. الهشاشه الأزغب. هو اساسا انت دلوقتي الناس بقت ترفع السماعه تقول لك انا عاوز تيك إيه. الناس بقت تاكل أكل صحي هي الناس أساساً متسببه في الهشاشه يعني انت اول واحد هو يلاقي يلوم نفسه صاحبه ان صحيح. هو اساسا هو اللي هو تسبب في الهشاشه انت دلوقتي لما باجي اقول لواحد في عياده كل بلوك ناي يقول انت بتقول ازاي واحد يقول لي ازاي ناي. اه ناي عشان تاخد تمام. مصدر الكالسيوم بتاعه الناس تيجي تقول لك فبقول لهم يا جماعه ممكن تاكلوا على البخار مسلوق على البخار خدت بالك عشان يعرف يأكلوا تمام. طب ده الاطفال الصغيره بقى عشان اقول للناس الاطفال الصغيره بيحبوا ياكلوا البروكلي ما يشوفوش اللبن ايه رايك بقى بيقول لي العياده الاطفال وده افيد لهم بيحبوا البروكلي جدا تمام. وده احسن لي للطفل. تمام. عشان بناء كثافه عظميه قويه. تمام وفي نقطه ثانيه عايز بس اضيفها يا س... يا امهاتنا خلوا اطفالنا من سن ست شهور لسن سنتين يتعرضوا للشمس عشان ما يجيلهمش تقوس بسبب نقص فيتامين د ياخدوا اشعه الشمس. اشعه الشمس بت بتزود تمام. الفيتامين دال فبتمنع التقوس الدائريكتس اللي هو في الاطفال. تمام. يبقى انا كده بقلل التقوس، التقوس ده مشكلته في علاجه بيبقى يعني بيبقى حاجه مزعجه جدا. مزعجه جدا احنا ممكن في ناس بتجينا لنا تسعه سنين و10 سنين اطفال عندهم تقوس دول بقى بنخش بي، عمليات ونقصة, ونقصة ونعدل وحاجات كده نشكر حضرتك ونشكركم جميعا على وجودكم معانا نشكر دكتور احمد سعيد الخولي استشاري بيه. علاج الام المفاصل والسمنه والنحافه بمستشفيات القوات المسلحه ما تنسوش خلوكم خليكم مع البروكلي والسردين بعظمه وبعده عن الفاست فود نقرقشوا زي ما دكتور احمد بيقول ان شاء الله نلقاكم بعد الفاصل مع مع فقره تانية ان شاء الله